يا اهلا بيكم مره ثانيه. رجعنا عشان نبتدي مع حضراتكم فقرتنا الحواريه المطوله، لان طبعا ضيفنا العزيز هيكون مكمل معانا ان شاء الله الفقره دي حتى نهايه حلقتنا النهارده. والحقيقه يعني الموضوع ده حصل في وقته، لان احنا عندنا كتير من الملفات هنفتحها مع الناقد الرياضي الاستاذ عبد المنعم فهمي اللي منورنا في حلقتنا النهارده. صباح الفل على حضرتك واهلا بيك. صباح الفل يا استاذ كريم. صباح الفل يا استاذ. بونجور جدا استاذ عبد المنعم، منورنا كالعاده، يعني دي مش اول مره طبعا. لا ومش اي مره بقى، ده العمليه مطوله شويه. مع استاذ عبد المنعم من نهايه الفقره باذن الله. ملفات، اصل ملفات كتيره، هنتكلم في ايه ولا في ايه؟ ما برضو يعني عايزين كده نخش في تفاصيل، لان احنا كنا بنتكلم من بره على بعض النقاط، لان النهارده هنتكلم بتفاصيل على قد ما نقدر مع حضرتك. خلينا نبدا تحديدا بالاهلي والاداء في الفتره الاخيره اللي كان متاثر بشكل كبير سلبي، انا صريحه، وكان الجماهير زعلانه، كلنا كنا زعلانين، وكان في علامات استفهام مع الزعل ده. ثواني بس، خلينا في البدايه. هو اتفضل. هو صراحتك دي، ما هو الناس كلها شايفه. لا انت عارف، في ناس بتجمل، في ناس بتجمل تقول لك لا احنا لعبنا حلو بس الحظ ما حالفناش. الكلام ده مش مظبوط. قطعتك لسبب بسيط. اتفضل. هو الواحد لما يكون عيان بيعمل ايه؟ بيروح للدكتور علشان يشوف حالته عنده ايه ويتعالج ويرجع احسن من الاول. هيقوله ده انا كويس، طب انت جاي لي ليه؟ ما هو انت لو كويس مش هتجيلي. طب الاهلي، الاهلي طبعًا. الاهلي في مشاكل، الاهلي في امور سلبيه. خلينا نبدا من النقطه دي. الامور السلبيه دي مكشوفه وواضحه للجميع، تمام، وفي ايدين المسؤولين النادي الاهلي، وبالتالي عليهم حلها. مشاكل فنيه، مشاكل في لعيبه، مشاكل اصابات، مشاكل ارهاق، مشاكل كتيره جدا. صحيح. الواجب يعني سبحان الله، هي حصلت، بس ايه، حصلت في نهايه موسم وادت الى ان الفريق يفقد بنسبه كبيره، بنسبه 99% يفقد الدوري. تمام. بس مع فقدان الدوري والحدث الجلل بالنسبه لجماهير النادي الاهلي سنتين ورا بعض، يبقى لازم بالضروره يبقى في حل جذري، حل جذري في كل مفاصل الفريق. احنا دلوقتي بنتكلم على الفريق الاولاني، مفاصل الفريق من جهاز فني، مفاصل الفريق من لاعبين، مفاصل الفريق في كل ما يتعلق بجدول المسابقات وغيره. ما دي بتاثر، احنا بنتكلم دلوقتي فنيا في الجزء اللي يخص ما هو الفني بيتاثر بالجدول. مفيش مشكله، ما هو خلي بال حضرتك، احنا بنتكلم دلوقتي في الجزء اللي يخص الفريق الاول ويخص الجهاز الفني. طب ما تيجي نمسكهم مفصل عشان نعرف مفصل مفصل فين. طبعا ما احنا قاعدين بقى نعالج براحتنا. على فكره قاعدين براحتنا، ده كلها على بعض نص ساعه، يبقى في جراحه بقى، مش كشف بس، ان احنا يعني قاعدين كتير كده، كشف وجراحه بعد كده في نفس اليوم. يعني تعالى نعمل الكشف دلوقتي على المفاصل دي. اول مفصل الجهاز الفني، تمام، تقول ايه في اللي حصل في الفتره الاخيره، ابتداء من رحيل موسيماني، انتهاء بجلب مدير فني جديد اللي هو سوارش. ما اعرفش، في قناعات كتيره كده عند الجمهور ان الاهلي، انا بتكلم على معلوماتي طبعا. انا في قناه النادي الاهلي، بس بتكلم على معلوماتي الخاصه. اتفضل. رحيل موسيماني ليس بسبب الاهلي، يعني الناس متوقعه او متخيله ان الاهلي فرط في موسيماني. كويس كده. لكن انا تخيلي وقراءاتي للمشهد تقول ان موسيماني هو الذي نط من المركب، او قذف نفسه من المركب وقال لك لا انا مش هكمل. ما اعرفش، يعني ممكن يكون يعني ليس حاجات بإمكان حاجات يعني في دماغه هو. طيب لم يفسرها. تعال نقلب الصفحه، خلينا في الصفحه الحاليه. طب ريكاردو سوارش، تمام، ماله من حيث الاختيار، اختياره هو يعني، ومن حيث التوقيت اللي هو جه فيه، لان هو برضه جه على مهمه مش سهله الحقيقه، جاي على وضع مش مترتب، مش متظبط. لا هو الوضع كان مترتب وكان كويس، يعني فاكرين انا الحلقه اللي فاتت قلت لكم لو سامي قمصان كمل مفيش مشكله بالنسبه لي. ليه؟ لانه سامي قمصان استكمال الموسم بمدرب شايف الامور قدامه بشكل كويس، عارف العناصر الموجوده، ده كان بالنسبه لي انا كعبد المنعم افضل. بالنسبه لي انا كوجهه نظر فنيه بقيم الامور اللي قدامي، لا كان بالنسبه لي استمرار سامي قمصان على الاقل افضل، انك انت جايب مدير فني. المواصفات في سوارش ربما تكون ظلمته الظروف، بمعنى ان هو اتى من الدار الى النار، اتى صحيح. من بلاده جاي مصر لاول مره يخرج بره بلده، لاول مره يدرب خارج القاره الاوروبيه او خارج البرتغال على ما اعتقد، ويجي يتولى مسؤوليه فريق بحجم النادي الاهلي، فريق بينافس على البطوله لاخر وقت، فريق قدامه ما فيش الا كل مباراه ولها طبعا تنافس خاص، فريق مش في افضل حالاته ابدا، فريق يعني. هو كان بدا الكيرف بتاع الاهلي، المنحنى الفني بتاعه يقل شويه. فكان استمرار، انا وجهه نظري الشخصيه، استمرار سامي قمصان كان افضل حالا مما حدث الان، لانه برضو انا ما ينفعش اجيب مدير فني لسه هيتعرف على امكانيات اللاعبين، وانتم عارفين الاجهزه الفنيه الاجنبيه لما بتيجي تتولى مسؤوليه مكان ما او فريق ما
بتحتاج فتره كبيره جدا. يعني احنا شفناه في 3 4 مباريات او 5 مباريات الاسماء مش عارفها. فده اكيد مش هيظهر امكانياته الحقيقيه انه يقدمها للاعبين ويطور من اداء اللاعبين وبالتالي ويرضي بيها الجماهير وكمان يعمل بيها نتائج. فده ما حصلش. فبالتالي هو مع الاسف الشديد هيظلم ظلم، يعني ظلم مش عايزين نقول بين، لا ظلم كبير ان هو يوصل في النهايه تلاقيه لم يحقق المستهدف منه من جمهور من اداره. بس خلي بالك هو لعب على ما اعتقد 16 مباراه او 17 مباراه، خسر مباراتين فقط. ده مش مبرر ان انا لا التمس له الاعذار، ولكن في النهايه هو اتى الى النادي الاهلي الان لم نتائجه واللي حاصل الان مع النادي الاهلي لم يرضي طموحات الجماهير. يعني الاهلي حاليا يعني بنسبه كبيره جدا فقد الدوري، الدوري راح المنافس التقليدي بالنسبه للنادي الاهلي. لكن في النهايه خلينا نقول ان سواريش تجربه يعني مش هقول فاشله ولا هقول ناجحه، لكن هي بين يعني بين الاثنين، لسه محتاج فتره برضو تاني عشان يتشاف اكتر. لكن ما اظنش انه ممكن، يعني انا قناعاتي الشخصيه مش متفائل بانه يكمل الموسم الجاي. انا عن نفسي بتكلمك عبد المنعم مش متفائل انه يكمل الموسم الجاي، لانه برضو زي ما قلت لكم الظروف ما خدمتهوش، الامور الفنيه ما ظهرتش معاه بشكل كويس. يعني التقييم بالنسبه له لما تيجي تحط الارقام وقدامه تقييم فني مش هيدوله التقييم الكبير. المدير الفني ما بيحتاجش الفتره الكبيره قوي دي عشان خاطر يظهر امكانياته. ليه يعني على الاقل قد كم مباراه، على الاقل بمده كم شهر ولا كم يوم؟ بتختلف التقييم من يعني فنيين ومحللين بيقولوا في خمس طويله يعني. خمس مباريات، لا ما هو بصي في امكانيات فنيه بتبان، في جمل بتبان، في شكل بيبان، في ستايل بيبان. انا حاسس ان 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 مفيش تناغم في الملعب، مفيش يعني مفيش تناغم في الملعب. واللعيبه فقدت مثلا مستواها اللي انا اعرفه عنها. اللعيبه يعني الماتش الوحيد اللي انا شفته كويس ماتش فيوتشر، ماتش كان كويس الماتش. بس خلينا نقول برضو جزئيه مهمه، الظروف اللي حصلت دي ممكن تكون تخدم الاهلي ل 10 سنين قدام. ازاي الاهلي لو كان كمل عادي كان خد بطوله الدوري. الاهلي شبعان بطولات الدوري، لكن الاهلي ما بيكسبش ناشئين بشكل كبير، او عموما الانديه المصريه لما بتكسب ناشئ بيكون على مضض حاجة يعني صعبة للضرورة القصوى. انت عندك النهاردة في قائمة الاسماعيلي عد، لو عندكم القائمة عدوا، هم كلهم 3-4 الموجودين من الكبار والباقي كله من العناصر. لا بس احنا الناشئين طلعت اسماء كتيرة نجوم يعني على مدار فترات اجيال كتيرة قوي. ده زمان ليه؟ هو عماد متعب زمان، وشناوي زمان، واكرامي زمان، وحسام عاشور زمان. كل عنصر انا بكلمك حسام غالي يعني طلع عنصر كل سنة ولا كل اثنين ولا كل ثلاثة، ده كان مكسب برضه. انما لما تطلعي 4-5-6 عناصر بشكل دوري في 6 يعني مباريات ولا 7 مباريات بشكل يعني دوري وهيستمروا معاك للسنة الجاية وتأيديهم في افريقيا، انت كسبانة. كسبانة ايه؟ كسبانة لعيبة بتديكي هو مصنع دائم يعني. الناشئين عندنا لإخراج ابطال ماشي، يعني بس كان بيتم بصورة ايه؟ مرحلية وصورة فردية، وصورة بين كل سنتين وثلاثة نشوف ناشئ، او كل سنه والتاني. وده على فكره كان كويس مش وحش برضه في تضم الشراء اللي شغال، والاهلي بيدور على لعيبه جاهزه. مش الاهلي بس، كل الفرق بتدور على لعيبه جاهزه. الناشئين دي خلاص هتصبح هتبقى موضه السنوات الجايه. هتوفر لك، هي مش بس موضه، هي هتوفر على النادي كتير. لا هتوفر ثانيه واحده انا لما اجيب عقد دلوقتي واحد جاي يحترف عندي، لا بص لي ما تبصش فوق ولا ايه؟ لا بص يا استاذ عبد المنعم، انا لما اجيب دلوقتي حد يحترف عندي، حلو جدا، هو جاي واكيد عايز يثبت نفسه كل الكلام ده، لكن حلو. غير ان انا لما اطلع ناشئ روح النادي الاهلي، غير هتجيب لي تقول لي المحترف اللي انا جايبه ده بيعشق النادي الاهلي، بيلعب عشان الفانيلا الحمراء وبيلعب عشان العقد بتاعه، فاكيد في فرق. ما تقوليش ما فيش فرق، لا طبعا في فرق كبير. انا كنت هقول الكلام اللي انت قلتيه. طيب انا بقول لك هيوفر ان انت تجيب، هيوفر فلوس، ادي حاجه. ما طبعا ادي حاجه. نمره 2 هيوفر حاجه انت لا تشترى، لا تشترى ولا تباع، اللي هي ايه اللي انت قلتيها دلوقتي، اللي هي روح البطولات. فبالتالي اللعيب اللي متشبع معاك بروح بطولات من هو صغير يكبر معاك بنفس الروح، فده يخليكي او يخلي الاهلي الفريق الاول يبقى عنده عناصر قادره انها تاخد بطولات، قادره انها تدخل بسرعه، تبقى في النواحي الفنية تبقى سريعا موجودة، مش بتحتاج وقت من الأوقات. بس أهم حاجة الاستمرارية. يعني أنا أتمنى
ان سواء استمر سواريش او جه اي حد، يبقى البدايه اللي ابتديناها او البدايه اللي بداها النادي الاهلي يبقى لازم تستمر، والعناصر اللي ظهرت واثبتت قدراتها على الوجود في الفريق الاول تستمر الى فترات كبيره، حتى الاهلي لو خسر اي خساره تبقى قريبه لكن المكاسب بعيده. ما هو ده اللي خلى كتير من حتى جماهير النادي الاهلي تشوف ان في وسط الاجواء المعتمه الى حد كبير دي يمكن بارقه الامل والضوء اللي فارضه نفسها فكره المكسب، العناصر الشابه اللي حضرتك بتتكلم عنها واللي شفناها بشكل لطيف جدا الحقيقه في كام ماتش اللي فاتوا. بالمناسبه الى اي يعني حجم رضاك عن الاسماء اللي استجدت في الفتره الاخيره والشباب اللي تم تصعيدهم، حجم رضاك انت شخصيا عنهم قد ايه؟ انا راضي بنسبه كبيره عن كل العناصر اللي شاركت، سواء حصل لها توفيق وقدمت نفسها بشكل كويس او لسه ما خدتش على الاجواء، لان خلي بالك انت بتاخدهم من الدار الى النار، ده فريق اول في النادي الاهلي وفريق ايه الجمهور مستني نتائج، مستني تحسين صوره، مستني يعني الاهلي يبان في افضل المفروض في افضل حالاته حتى لو خسر الدوري، فانت بتطلب منهم حاجات بتكون صعبه عليهم وهم بيحاولوا ينفذوها وبيحاولوا يطلعوا بيها، وده الشيء اللي يحسب للاداره انها بدات او بدات الطريق، وده شيء كويس انا شايفه في مستقبل النادي الاهلي. وخلي بالكم جزء مهم، الجمهور ممكن يكون زعلان على بطولة الدوري السنة دي، بس في حاجة بتحصل في التاريخ الناس ما بتقراش تاريخ شوية، الأهلي بيخسر بطولتين ورا بعض فبياخد 5 6 7 دوري، ارجعوا للتاريخ من 48 49 الأهلي كسب 9 بطولات ورا بعض ولا 8، المنافسين بيدخلوا وياخدوا بطولة ولا 2، المرة الوحيدة اللي الأهلي فقد بطولات كان 4 سنين ورا بعض، الأهلي خد لغايه 2004 كانت 2001 على ما اعتقد 2000 2001 لغايه 2014 و15 خدها المنافس الاهلي، وبعد كده كل بطوله تتاخد من النادي الاهلي او بطولتين ورا بعض بنعوضها بشكل كبير الاهلي بيعوضها بس يمكن الدوري انك تخسره مرتين ده ما حصلش تقريبا من 20 سنه 20 سنه يعني لا ما فيش مشكله ما فيش مشكله بس كلامك صح، انا برجع دايما للتاريخ، انا باجي بعوض على طول، هي دي النقطه، بقف على رجلي وبقف وبجيب كتير فوق ما الناس ممكن كمان تتوقع. خلينا بس نتكلم كده بشكل واقعي شويه، اتفضل. احنا بنخاطب الجمهور طبعا، جمهور الاهلاوي، الجمهور الاهلاوي في مشكله انه تعود على المكسب الدائم والبطولات الدائمة وما عندوش يعني ذرة شك في فريقه، وده شيء كويس يحسب لأهلي اللي خلى عنده جمهور بيفضل دايما المكسب، لكن الأهلي أو جمهور الأهلي لما يجي يبص مثلا على ريال مدريد ما بيخسر، بيخسر بطولات، مفيش فريق في العالم ما بيخسرش، البايرن، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، هو كل الفرق بتخسر يا استاذ كريم. او المقياس ايه يعني المحك في التفصيله دي هي فكره الصوره العامه اللي حضرتك كنت بتتكلم عليها من شويه، فكره ان انت لما بتشوف فريقك بيأدي الاداء المتوقع منه والمنتظر منه واللي يتماشى حتى مع ثقه الاسماء اللعيبه على الاقل الجيل الاولاني مش العناصر اللي تم استحداثها مؤخرا او التطعيم بيها، لما بتشوف اداء كويس وتخسر الماتش بتبقى طالع متعكنن الى حد ما لكن مرضي بالاداء لكن لما يبقى الاثنين هنا المشكله. خليني اقول لك على حاجه، اتفضل. عمر الاهلي من خلال متابعتي ليه ما قدم نتائج، اما قدم عمره ما قدم مثلا نتائج سيئه وكسب الدوري، لا، الاهلي مشكلته ان هو السنه دي الاداء بتاعه مع نتائج سيئه، الاداء ما كانش على الصوره والنتائج ما كانتش على الصوره تمام، فالاهلي عمره ما كان بيقدم كوره كويسه وكان بيخسر، وده اللي مخلي الجمهور زي ما حضرتك قلت ايه زعلان، لان لا في اداء ولا في نتيجه، الفرضيه الثانيه مش موجوده، الاهلي لما بيقدم نتائج كويسه اسف اداء كويس بيكسب، انما الاداء السيء السنه دي في فرق يعني ظهرت في الصوره وانت كنت بتتعثر في يعني كسب بعض المباريات اللي مش ممكن كانت تحسم او انت كنت بتحسمها في مدربين في دقائق اولى ظهروا يعني في الصوره وتم تلميحهم بعض الشيء عشان خاطر كده، والله ده مصلحه الكره المصريه في الاخر عشان بعد كده اللي جاي يبقى ايه محدش يزعل بقى يعني هيبقى في تنافسيه حلوه، بس في نفس الوقت هتلاقي كوره حلوه لما تلاقي الاداء اتحسن من بعض الفرق اللي المفروض دور تاني وغيره، يعني اعتقد ده شيء مش على كل الاحوال. عايزين بس نستاذنك، خلينا يعني نقف عند النقطه دي ونطلع فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع حضرتك، اتفضل.
نرحب مره كمان بالاستاذ عبد المنعم فهمي مكمل معنا لنهايه الحلقه النهارده. مش عارفه هو مبسوط ولا لا من اول الحلقه، والله مبسوط انك معانا ولا لا استاذ عبد المنعم؟ حقيقه كده وش حد مبسوط مش عارف. ماشي اضحك يعني. مبسوط والله. طيب خليني اروح مع حضرتك، الصحيان بدري مشكله انا عارفه. لا والله مبسوطه مره ثانيه باكد اهو. خلينا نروح. بص بقى هنتكلم في كل حاجه بصراحه، احنا اتفقنا على ده، واحنا عاده فقراتنا مع حضرتك بتبقى فيها نوع شديد شويه من الصراحه، وانا بحب كده بالمناسبه لان الواحد لازم يتكلم بصوره فيها شفافيه مع الناس. خلينا نبدا بقصه العوامل الخارجيه اللي اثرت على اداء الاهلي. احنا اتكلمنا العوامل بتاعتنا اسبابها 1 2 3 4 وقلنا المكاسب حتى من ورا ده، نخش على العوامل الخارجيه اللي اثرت برضو بشكل كبير ومنها بند التحكيم. حلو كده. بند التحكيم يمكن مش بس الاهلي بيشتكي منه، بند التحكيم انديه كتيره جدا مع قدوم مارك كلايتنبرج وكم الشكاوى اللي اتقدمت له، اعتقد ده بيؤكد ان احنا عندنا ازمه في التحكيم في مصر. نبدا من النقطه دي. هو الازمه موجوده بالفعل بدليل انه تم تغيير لجنه الحكام من يعني رئيسها السابق عصام عبد الفتاح رحيل، والاتيان بمارك كلاتنبرج اللي هو كان المفروض يجي بدايه الموسم الجديد، لكن بالزبط. تم التغيير يعني الاتفاق معاه على انه يتولى المسؤوليه في اخر 6 اسابيع، وده كان ليه طبعا صدى كبير جدا، وكان النادي الاهلي من الاسباب التي جعلت اتحاد الكره يعجل بتعيين لجنه بديله او رئيس بديل للجنه السابقه. ما في شك ان التحكيم مع الاسف الشديد، بس ده له اسبابه، التحكيم مش من السنه دي ولا السنه اللي فاتت، التحكيم بقى له فتره كبيره جدا. التحكيم خلى ما فيش ثقه بحكامنا المصريين، ده نتيجه اخطاء يعني اكيد هم بيرتكبوها، في ناس يعني في ناس مع الاسف الشديد مش عايز اقول بتتعمد لان دي كلمه كبيره جدا، ما عندهاش مثلا القدره على قياده مباراه لاسباب فنيه، هو امكانياته كده. خلي بالكوا الحكم مش مجرد حكم في صفاره ويشوف اللعبه قدامه ويحكم، لا ده فيه بتبقى عنده لياقه بدنيه، بيبقى عنده لياقه ذهنيه، بيبقى لياقه يعني بيقرا بيذاكر فاهم قانون، كل الامور دي. يعني احنا طول السنين اللي فاتت دي يا استاذ عبد المنعم ما كانش عندنا يعني حكم واحد على الاقل يوحد ربنا في القدر الاكبر من المواصفات اللي حضرتك بتتكلم عليها اللي تؤهله ان هو يشارك مثلا في ناس عندها في مباريات كاس عالم. وخلي بالك ممكن حكم يكون مش موفق، يعني ممكن حكم على اعلى مستوى لكن لا يوفق في مباراه والتانية، وده بيحصل كتير جدا في العالم يعني مفيش مشكله خالص. بس انا قصدي اقول لك يعني بتبقى عجبه بالنسبه لنا ان احنا نشوف حكم مصري بيشارك مثلا في كاس عالم. ليه؟ لانه خلاص في مقاييس ومعايير مش موجوده، يعني اولا انت يعني شغلك الدولي مش واضح، في ناس بيبان ده منين؟ بيبان من شغلك الدولي، من شغلك شارتك الدوليه اللي بتاخدها بتخرج بره من خلالها تبان في الصوره. ما الحكام المصريين مع الاسف الشديد بقى لهم فتره مش في الصوره لان هم عملوا في نفسهم كده يعني. وخلي بالك برضو هم حلقه ضعيفه شويه يعني في ناس فيهم كويسين ما بتلاقيش اللي يدافع عنهم، خلينا نقول اللي لينا واللي علينا. حلوه النقطه دي على فكره. يعني هم ما بتلاقيش اللي بيدافعوا عنهم لانه في النهايه هم بيعتبروا نفسهم حلقه ضعيفه. السيئه بتاعهم. وفي حاجه من عدم الثقه، حاجه من عدم الرضا، انت لما تلاقي نفسك بتحكم مباراه وعارف ان الهجوم عليك قبل ما بتبتدي المباراه وانك اي لعبه هتعملها هتلاقي نقد فبتغلط غصب عنك، ما فيش ثقه. ليه الحكم المصري بيروح في افريقيا بيعمل ماتشات كويسه جدا، في ناس بتخطئ وليها برضو جدل، في جدل كبير بيحصل مش هقول اسماء، لكن في حكام بيخرجوا بره القرار. يعني الجماهير جزء من هذه المنظومه الاعلاميه كلها. المنظومه الاعلاميه كلها جزء كبير جدا من اعطاء الثقه للحكام. ما هو الاعلام ده انعكاس لاراء المجتمع، ما هي او الجماهير. بس في حاجه، احنا لو اعطينا الثقه للحكم حتى لو حكم مش كويس، ما هو انت عندك ممكن في لاعب كوره ما بيأديش بالشكل المناسب، الجمهور بيقف معاه عشان خاطر يقف على رجليه، الاهلي السنه دي مش في مستوى جمهوره بيعمل ايه؟ بيقف معاه، وهكذا كل فريق، فبالتالي الحكم مين بيقف معاه لما بيجي يغلط؟ نعمل رابطه مشجعي الحكام. ابقى كام بجد؟ ده عيبي الحكام. ده اختراع جديد. مشكله مش لطيفه ولازم تتحل بسرعه. طبعا لازم. على فكره بالمناسبه حتى جزء كبير من الكلام اللي احنا بنتكلمه على الحكام المصريين ينطبق على الحكام العرب، لان برضو قلما تجد حكم عربي. لا في كتير، بس في تفاعلات كتير عالميه يعني بتلاقيهم باستمرار في مثلا كاس عالم. بص يعني هو وضعهم ارحم من عندنا. خليني اقول لك على معلومه، كلاتنبرج لما جه اسمه هو بتقولي انت بتقوليها بنطق غير نطقنا خالص، انا بقول لك النطق الصعيد الاسماء الانجليزيه يبقى
شويه كده غريب شويه. أوه. اسمه ايه قلت لي؟ الحكم مارك كلايتنبرغ. شفت بقى انا لو قلت بقى تبقى في مشكله والله هتطلع منك حلوه. طب جرب كده. لا خلينا في مارك بس ماشي. مارك جه شاف الماتشات في الدوري المصري اندهش، شاف التحكيم اندهش. فاول مفيش لا يا جماعه مشوا مشوا. بتلاحظوا انتوا الايام الاخيره كده في العاب ما بتتحسبش، في حاجات ما بتتحسبش، في فاولات ما بتتحسبش. قال لهم لا انتوا كده مش كده مش كوره، كده مش تحكيم، كده الامور لا. ادوا فرصه واحد واثنين وثلاثه واربعه عشان خاطر اللعيب يؤدي بـ 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 بالصوره المطلوبه. انا برضو مندهش ليه بتفرج على الدورات الانجليزيه والدورات العالميه؟ المفروض الحكم بيتفرج برضو زي اللعيبه بيتفرج. طبعا الحكم بيتفرج وزي ما المدير الفني بيتفرج، كل المنظومه المفروض تتفرج. احنا بناخد الحاجات القشور كده ونتفرج، نعمل نقل مش عارف ان الشرطه تعمل مش عارف ايه، والشرطه تعمل من الناحيه الثانيه، والفنانه مش عارف ايه، والجل والشعر والكلام. طب ما تتفرج تشوف حاجات. بس هو الجل بيعمل شغل حلو مع اللعيبه لا بينزل على عينيهم وما بيشوفوش، وخصوصا الحراس، وحصلت كتير ما احنا عارفين يعني. بينقوا جل تعبان رخيص فبينزل على عينيهم فالدنيا دي مشكلة من مشاكل الكره المصريه. والله مشكله كبيره. إيه؟ والله ما احنا والله ما بهزر، والله مشكله كبيره. فالناس ما بتتفرجش على الحاجه اللي تفيدها، الحاجه اللي ملهاش لازمه، بدليل ان احنا عندنا الحكم بيبص مثلا بره بيدي فرصه واثنين وثلاثه وعادي جدا، واحتكاكات بتشوف انت في منطقه الجزاء في الدوري الانجليزي بيحصل في ايه؟ خناقات ومشاكل محدش بيتكلم خالص لانه هم اتعودوا على كده. احنا لا تيت فاول في ايه يا جدع؟ ما تدوا الفرصه للناس عشان تلعب وكل حاجه مش عارف. افهموا قانون. ما هو المشكله كمان لو الجمهور فاهم قانون بشكل كبير، في جمهور فاهم، في جمهور كتير مش فاهم القانون، في حكام نفسهم مش فاهمين فاهمين في قوانين بتتطور والحكم ممكن يبقى مش على دراية، ما بيذاكرش ما بيتابعش ودي مشكله كبيره. برضه من ضمن المستجدات في يعني في كره القدم مؤخرا الفار. الفار ده المفروض وجوده يغنينا عن اي مشاكل، لكن في كتير من الاحيان الفار بيتسبب في مشاكل. ما تبقاش فاهم بقى هي الحكايه التقييم شخصي للحكم يعني في لقطات كتير، وعلى فكره مش بس تخص حكم الفار المصري، مسؤول عن الفار المصري مشي خلاص، وده دليل يؤكد انه الفار فيه مشكلات كبيره جدا. لما جه مارك مشى مين؟ مشى او ما تمش الوفاق ما بينه وما بين اللي هو كان مسؤول عن الفار اللي هو السيد الحكم سيد مراد على ما اعتقد، وقال ان انا مستقيل بس انا ما اعرفش اني يعني كل المشاهدات دي تفقد الثقه في كره القدم المصريه وتفقدها كتير من انا اول مره اشوف بصراحه يعني هو البلدان العربيه بياتوا برؤساء لجان يعني اجانب، بس في مصر المفروض في كوادر يعني انا ما اعرف، المفروض يكون في كادر عندي وكادر يستطيع انه يقود منظومه التحكيم الى بر الامان كل سنه. لكن التحكيم من زمان عندنا في مصر العنصر، انا شايف العنصر الاضعف بامانه شديده. عايزين بقى نفعل الفكره بتاعتها اللي هي فكره مربطه مشجعي حكام مصر. فكره والله. ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ عشان خاطر لما نكسب احنا، ما خلي بالك انت مش هتقدر تجيب حكام كل مباراه حكام اجانب، ما انت لازم تدي الثقه في الحكم عشان يحكم لك، هيحكم للاهلي ويحكم للزمالك ويحكم للمصري ويحكم لكل الناس، فلازم نديهم الثقه. الثقه دي مش موجوده، بس هم لازم يكون عندهم استعداد عشان خاطر يبقوا اهل هذه الثقه. بمعنى معسكرات، محاضرات فنية، تصحيح أخطاء، عقاب، مش عقاب سري. هو جاي عقاب سري يعمل زي ما انت بتخطي يعني في العلن تتعاقب في العلن. ما ده هيتم يا استاذ عبد المنعم يعني ده اللي انا اعرفه، ان مارك كلايتنبرغ من يعني صاحب هذه المدرسه، لان هو لما كانت التجربه الاخيره لما اتكلمنا عنها في اليونان تحديدا هو كان بيمشي برولز معينه، بيعمل اختبارات شهريه للحكام وفيها اختبارات بدنيه وغيره. فالراجل عنده اجنده ماشي في بروجرام او برنامج ماشي، مش ماشي كده احنا هو بدأ يعني بدأ بالفعل هو عمل اجتماعات كتيره بدأ بالفعل، والايام اللي جايه مش الايام اللي جايه بس، الايام والسنوات والسنين اللي جايه بس يستمر. مشكلتنا احنا ما عندناش استمراريه، يعني ممكن حد يضايقه يقول له مش عارف ايه، حد يتكلم عليه. واضح ان في تغيير في التوجهات بدليل ان مثلا جلب كلايتنبرغ لمنظومه التحكيم، جلب اثنين مدربين، واحد برازيلي واحد للمنتخب الاولمبي والمنتخب الاول. فالى اي درجه تعتقد ان الاستعانه بخبرات اجنبيه هيفيد كره القدم المصريه، واحنا بنتكلم كمان على المنتخبين اولمبي والمنتخب الاول؟ صدقني الامور مش واضحه،
انا عن نفسي مندهش من التوجه ان يبقى كل القائمين على كره القدم المصريه ومين البرتغاليين وحد برازيلي وانجليزي وبرتغال وانجليزي وبرازيلي. فانت من فتره كنت التوجه بتاعك توجه محلي، الان اصبح التوجه كله توجه ما ربما دي فتره اصلاح قبل بقى لما ابتدي اتوجه محلي، يعني انا محتاجه الفتره دي اصلاح. ممكن البعض بيرى ده، انا بميل للراي ده او للنظريه دي. ما هو اصلاح انت محتاجه مدير فني اجنبي السي في بتاعه عالي. يعني انا مثلا ميكالي مثلا لما جه المدير الفني البرازيلي المنتخب الاولمبي عليه علامات استفهام، وكل ما قيل حوله ان هو بيفوز ببطولات بيجي ياكل وش التورته زي ما بيقولوا بياخد وش التورته، دي حقيقه يعني مش كلامه خلاص. يعني هو ما حصلش على بطولات من منبتها من بدايتها لاخرها، لا وكان بيجي في اخر شهر المدير الفني اللي بيبقى موجود بيمشي، فيجي هو يقطف القطفة ويقول لك انا فزت بطوله وبقى له فتره ما دربش. المحك هنا في ايه؟ المحك ان انا اشوفه. انا ما اقدرش احكم على مدير فني زي ما قلت المره اللي فاتت الا من خلال ادائه في الملعب واداء اللعيبه في الملعب. لكن المبدا نفسه، فكره الاستعانه بمدرب اجنبي لمنتخب وطني، هل يفضل في الحالات اللي زي كده طالما الكلام على منتخب يبقى كمان المدير الفني هو كمان وطني وعارف اللعيبه كويس جدا وحافظهم صم وعارف نقاط القوه والضعف اللي في كل واحد فيهم؟ انت بتلجا للحلول الصعبه اذا ما كانش عندك الحل الاسهل. الحل الاسهل بتاعك ايه؟ انك تجيب مدير فني وطني مصري. اولا المدير الفني الوطني المصري حصل مع ايهاب جلال، ما لقاش الظهير الاعلامي، مش اهلي ولا زمالك، فعمل حصل بالنسبه له ايه؟ مع السلامه في اقل من شهر، ودي عيبه كبيره جدا في حق المديرين الفنيين الوطنيين. وفي حاجه مهمه، انت عندك مين في الساحه دلوقتي ممكن تختار مدير فني لمنتخب مصر؟ كان في اصوات في وقت من الاوقات بتطالب بوجود مدير فني للمنتخب على غرار، يعني على غرار ده ما كانش هو شخصيا، حسام حسن تحديدا، من زاويه الحميه، لا من زاويه الروح القتاليه. حسام حسن كقيمه كلاعب ومدرب طبعا حاجه عظيمه، لكن المدير الفني لمنتخب مصر في مواصفات ما توفرتش في ايهاب جلال. ايه المواصفات؟ مواصفاته ان هو على الاقل يبقى حصل على بطولات. خلي بالك انت بتقيم المدير الفني بايه؟ بنتائج، بانجازاته طبعا، ببطولات. انت بتجيب مدير فني السي في بتاعه فاز بيوم الفلاني على الفريق الثاني 5-3، مفيش الكلام ده. انت بطولاتك عدد ايه؟ عدد البطولات في ولا الاداء حتى إيه؟ بيتحسب على فكره ولا الاداء بيتحسب. بطولاتك ايه؟ انا لما اجيب مدير فني بواحد اتنين، انت جبت ميكالي عشان فاز ببطولتين صح؟ طيب لو ميكالي ما كانش حصل على بطوله كنت هتجيبه؟ لا، فيتوريا عمل جايبه المنتخب الاول وعنده بطولات كثيره جدا وعمل ماتشات كويسه للغايه. على فكره الاهلي خسر فيتوريا. ايه؟ الاهلي خسر فيتوريا. خسر فيتوريا؟ كان فيتوريا كان جاي النادي الاهلي، للاسف طبعا حصلت مشاكل كده او حصلت امور خلت فيتوريا ما يجيش ويروح المنتخب. واللي بيعمله مع المنتخب حاليا والدقب اللي فيه واللف على كل الانديه واللف على كل المباريات، ده ياكد ان المدير الفني ممكن يكون عنده رؤيه كويسه جدا لمنتخب مصر. خلينا نكمل النقطه بتاعتنا، انا بحب المدير الفني الوطني القادر على قياده منتخب مصر بشكل افضل. حسن شحاته يعني غني عن التعريف زي ما بيقولوا، يا ريت يجي زي حسن شحاته. مين يقدر يعمل زي حسن؟ احنا عايزين نموذج حسن شحاته، هو النموذج الـ 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 الاروع والافضل للمنتخب المصري، اللي هو اللي كان زملكاوي، زملكاوي طبعا اصيل وما فيش حاجه. كلنا كنا بنحبه لانه كان عمل ايه في المنتخب، هي دي والعكس صحيح، وحصل مع برضه مديرين من الاهلي. ما فيش عنده فرق بين اهلي ولا زمالك طبعا. ايهاب جلال طبعا ما فيش اهلي ولا زمالك، فالدنيا بالنسبه له ما كانتش تمام. المدير الفني لمنتخب مصر لازم يكون عنده مكتمل الاركان والعناصر. مع الاسف انا شايف وجهه نظري الشخصيه لا يتوفر في احد حاليا الان موجودين على الساحه. اللجوء للبديل الاجنبي، البديل الاجنبي بالنسبه لي عامل زي البطيخه، ما نعرفش هتبقى ايه مع المنتخب ولا لا. انا بتفق مع حضرتك، الموضوع ما فيش شيء فيه يعني مؤكد، ولكن انا بحكم بالخطوات كمان الاوليه، وهي فكره ان فيتوريا جاي زي ما حضرتك قلت، هو جاي باجنده معينه في بروجرام معين. هو الحديث او التصريح ان هو يجي يقول انا جاي اطور الكره المصريه، حديثه عن الجماهير لما قال لك انا فاهم طبيعه الجمهور المصري او الجماهير المصريه، وهم ليهم الحقيقه ان هم يشعروا ان المنتخب ده بيتطور وبيحصد البطولات، فكل ده الى حد ما ايجابي
ايجابي كخطوات اولى، يعني في تفاؤل من بعض الناس في الشارع، خلينا نشوف. والله اللاعب المصري، اللاعب المصري لو خد الدفعه المعنويه المطلوبه لا يعمل كل حاجه. طب تيجي نتكلم على الشق المعنوي ده؟ لا خلينا فاصل، لان على فكره النقطه دي نقطه مهمه جدا. انا دايما بحب اتكلم على الشق النفسي كمان، خصوصا ان احنا ما عندناش في الانديه، مش بس في المنتخبات، في الانديه ما عندناش اللي هو فكره اللي هو الدكتور النفسي او الاخصائي النفسي. كانت ايام يمكن مانويل، لكن دلوقتي ما اعتقدش ان هي كوريرا. مره تانية فاصل ونرجع نكمل. نرحب مره كمان بالاستاذ عبد المنعم فهمي، مكمل معنا لنهايه الحلقه النهارده. مش عارفه هو مبسوط ولا لا من اول الحلقه، والله مبسوط انك معانا ولا لا استاذ عبد المنعم؟ حقيقة كده وش حد مبسوط؟ مش عارفه. ماشي اضحك يعني. مبسوط والله. طيب خليني اروح مع حضرتك، الصحيان بدري مشكله انا عارفه. لا والله مبسوطه مره تانية. باكد اهو. خلينا نروح. بص بقى، هنتكلم في كل حاجه بصراحه، احنا اتفقنا على ده، واحنا عاده فقراتنا مع حضرتك بتبقى فيها نوع شديد شويه من الصراحه، وانا بحب كده بالمناسبه، لان الواحد لازم يتكلم بصوره فيها شفافيه مع الناس. خلينا نبدا بقصه العوامل الخارجيه اللي اثرت على اداء الاهلي. احنا اتكلمنا العوامل بتاعتنا، اسبابها 1 2 3 4، وقلنا المكاسب حتى من ورا ده. نخش على العوامل الخارجيه اللي اثرت برضو بشكل كبير، ومنها بند التحكيم. حلو كده. بند التحكيم يمكن مش بس الاهلي بيشتكي منه، بند التحكيم انديه كتيره جدا مع قدوم مارك كلايتنبرج وكم الشكاوى اللي اتقدمت له، اعتقد ده بيؤكد ان احنا عندنا ازمه في التحكيم في مصر. نبدا من النقطه دي. هو الازمه موجوده بالفعل، بدليل انه تم تغيير لجنه الحكام من يعني رئيسها السابق عصام عبد الفتاح رحيل، والاتيان بمارك كلاتنبرج اللي هو كان المفروض يجي بدايه الموسم الجديد، لكن تم التغيير يعني الاتفاق معاه على انه يتولى المسؤوليه في اخر 6 اسابيع، وده كان ليه طبعا صدى كبير جدا، وكان النادي الاهلي من الاسباب التي جعلت الاتحاد الكره يعجل بتعيين لجنه بديله او رئيس بديل للجنه السابقه. ما في شك ان التحكيم مع الاسف الشديد، بس ده له اسبابه، التحكيم مش من السنه دي ولا السنه اللي فاتت، التحكيم بقى له فتره كبيره جدا. التحكيم خلى ما فيش ثقه بحكامنا المصريين، ده نتيجه اخطاء يعني اكيد هم بيرتكبوها، في ناس يعني في ناس مع الاسف الشديد مش عادول بتتعمد، لان دي كلمه كبيره جدا، ما عندهاش مثلا القدره على قياده مباراه لاسباب فنيه، هو امكانياته كده. خلي بالكوا الحكم مش مجرد حكم في صفاره ويشوف اللعبه قدامه ويحكم، لا ده في بتبقى عنده لياقه بدنيه، بيبقى عنده لياقه ذهنيه، بيبقى على لياقه يعني بيقرا بيذاكر فاهم قانون، كل الامور دي. يعني احنا طول السنين اللي فاتت دي يا استاذ عبد المنعم ما كانش عندنا يعني حكم واحد على الاقل يوحد ربنا في القدر الاكبر من المواصفات اللي حضرتك بتتكلم عليها اللي تؤهله ان هو يشارك مثلا في ناس عندها كتير مباريات كاس عالم. وخلي بالك ممكن حكم يكون مش موفق، يعني ممكن حكم على اعلى مستوى لكن لا يوفق في مباراه والثانيه، وده بيحصل كتير جدا في العالم، يعني مفيش مشكله خالص. بس انا قصدي اقول لك يعني بتبقى عجبه بالنسبه لنا ان احنا نشوف حكم مصري بيشارك مثلا في كاس عالم. ليه؟ لانه خلاص في مقاييس ومعايير مش موجوده، يعني اولا انت يعني شغلك الدولي مش واضح، في ناس بيبان ده منين؟ بيبان من شغلك الدولي، ما شغلك شرطك الدوليه اللي بتاخدها بتخرج بره من خلالها تبان في الصوره. ما الحكام المصريين مع الاسف الشديد بقى لهم فتره مش في الصوره، لان هم عملوا في نفسهم كده يعني. وخلي بالك برضو هم حلقه ضعيفه شويه، يعني في ناس فيهم كويسين ما بتلاقيش اللي يدافع عنهم، خلينا نقول اللي لينا واللي علينا. حلوه النقطه دي على فكره، يعني هم ما بتلاقيش اللي يدافعوا عنهم، لان في النهايه هم بيعتبروا نفسهم حلقه ضعف بتاعهم. وفي حاجه من عدم الثقه، حاجه من عدم الرضا، انت لما تلاقي نفسك بتحكم مباراه وعارف ان الهجوم عليك قبل ما بتبتدي المباراه وانك اي لعبه هتعملها هتلاقي نقد، فبتغلط غصب عنك، مفيش ثقه. ليه الحكم المصري ما بيروح في افريقيا بيعمل ماتشات كويسه جدا؟ في ناس بتخطئ وليها برضه جدل، في جدل كبير بيحصل مش هقول اسماء، لكن في حكام بيخرجوا بره القرار. يعني الجماهير جزء من هذه المنظومه الاعلاميه كلها، المنظومه الاعلاميه كلها جزء كبير جدا من اعطاء الثقه للحكام. ما هو الاعلام ده انعكاس لاراء المجتمع، ما هي او الجماهير. بس في حاجه، احنا لو اعطينا الثقه للحكم حتى لو حكم مش كويس، ما هو انت عندك ممكن في لاعب كوره ما بيأديش بالشكل المناسب، الجمهور بيقف معاه عشان خاطر يقف على رجليه، الاهلي السنه دي مش في مستوى جمهوره بيعمل ايه؟ بيقف معاه، وهكذا كل فريق، فبالتالي الحكم مين بيقف معاه لما بيجي يغلط؟ نعمل رابطه مشجعي الحكام.
بكام بجد؟ ده عيبي بس هي ده اختراع جديد. مشكله مش لطيفه ولازم تتحل بسرعه. طبعا لازم. على فكره بالمناسبه حتى جزء كبير من الكلام اللي احنا بنتكلمه على الحكام المصريين ينطبق على الحكام العرب، لان برضو قلما تجد حكم عربي. لا في كتير بس في تفاعلات عالميه يعني بتلاقيهم باستمرار في مثلا كاس عالم. بص يعني هو وضعهم ارحم من عندنا. خليني اقول لك على معلومه. كلاتنبرج لما جه اسمه هو بتقول ايه؟ انت بتقولها بنطق غير نطقنا خالص. انا بقول لك النطق الصعايده الاسماء الانجليزيه بقى شويه كده غريب شويه. اسمه ايه قلت لي؟ الحكم مارك كلاتنبرج. شفت بقى انا لو قلت بقى تبقى في مشكله والله هتطلع منك حلوه. طب جرب كده. لا خليها في مارك بس ماشي. مارك جه شاف الماتشات في الدوري المصري اندهش، شاف التحكيم اندهش. فاول مفيش لا يا جماعه مشوا. مش بتلاحظوا انتوا الايام الاخيره كده في العاب ما بتتحسبش، في حاجات ما بتتحسبش، في فاولات ما بتتحسبش. قال لهم لا انتوا كده مش كده مش كوره، كده مش تحكيم، كده الامور لا. ادوا فرصه واحد واثنين وثلاثه واربعه عشان خاطر اللعيب يؤدي بـ 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 بالصوره المطلوبه. انا برضه مندهش ليه بيتفرج على الدوريات الانجليزيه والدوريات العالميه؟ المفروض الحكم بيتفرج برضه زي اللعيبه بيتفرج. طبعا الحكم بيتفرج وزي ما المدير الفني بيتفرج، كل المنظومه المفروض تتفرج. احنا بناخد الحاجات القشور كده ونتفرج، نعمل نقل مش عارف الشورت تعمل مش عارف ايه والشورت تعمل من الناحيه الثانيه والفانيلا مش عارف ايه والجل والشعر والكلام. طب ما تتفرج تشوف حاجات تفيدك. بس هو بيعمل شغل حلو مع اللعيبه. لا بينزل على عينيهم وما بيشوفوش، وخصوصا الحراس، وحصلت كتير ما احنا عارفين يعني. حتى بينقوا جل تعبان رخيص فبينزل على عينيهم فالدنيا بتبقى مشكلة. دي مشكلة من مشاكل الكرة المصرية والله. مشكلة كبيرة إيه؟ والله ما احنا والله ما بهزر، والله مشكلة كبيرة. فالناس ما بتتفرجش على الحاجة اللي تفيدها، الحاجة اللي ملهاش لازمة. بدليل ان احنا عندنا الحكم بيبص مثلا بره بيدي فرصة واثنين وثلاثة وعادي جدا واحتكاكات. بتشوف انت في منطقة الجزاء في الدوري الانجليزي بيحصل في ايه؟ خناقات ومشاكل محدش بيتكلم خالص لانه هم اتعودوا على كده. احنا لا تيت فاول تيت في ايه يا جدع؟ ما تدي الفرصه للناس عشان تلعب وكل حاجه مش عارف. افهموا قانون. ما هو مشكله كمان لو الجمهور فاهم قانون بشكل كبير. في جمهور فاهم، في جمهور كتير مش فاهم القانون، في حكام نفسهم مش فاهمين القانون. في قوانين بتتطور والحكم ممكن يبقى مش على دراية. ما بيذاكرش وما بيتابعش. ودي مشكله كبيره. برضه من ضمن المستجدات في كره القدم مؤخرا الفار ده المفروض وجوده يغنينا عن اي مشاكل، لكن في كتير من الاحيان الفار بيتسبب في مشاكل. ما تبقاش فاهم بقى هي الحكايه تقييم شخصي للحكم يعني في لقطات كتير. وعلى فكره مش بس تخص حكم الفار المصري، المسؤول عن الفار المصري مشي خلاص، وده دليل يؤكد انه الفار فيه مشكلات كبيره جدا. لما جه مارك مشى مين؟ مشى او ما تمش الوفاق ما بينه وما بين اللي هو كان مسؤول عن الفار اللي هو الحكم سيد مراد على ما اعتقد، وقال ان انا مستقيل بس انا ما اعرفش اني يعني كل المشاهدات دي تفقد الثقه في كره القدم المصريه وتفقدها كتير. من انا اول مره اشوف بصراحه يعني هو البلدان العربيه بياتوا برؤساء لجان يعني اجانب، بس في مصر المفروض في كوادر. يعني انا ما اعرف المفروض يكون في كادر عندي وكادر يستطيع انه يقود منظومه التحكيم الى بر الامان كل سنه. لكن التحكيم من زمان عندنا في مصر العنصر، انا شايف العنصر الاضعف بامانه شديده. عايزين بقى نفعل الفكره بتاعتها اللي هي فكره مربطه مشجعي حكام مصر. فكره والله. ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ عشان خاطر لما نكسب احنا. ما خلي بالك انت مش هتقدر تجيب حكام كل مباراه حكام اجانب. ما انت لازم تدي الثقه في الحكم عشان يحكم لك، هيحكم للاهلي ويحكم للزمالك ويحكم للمصري ويحكم لكل الناس. فلازم نديهم الثقه. الثقه دي مش موجوده، بس هم لازم يكون عندهم استعداد عشان خاطر يبقوا اهل هذه الثقه. بمعنى معسكرات، محاضرات فنيه، تصحيح اخطاء، عقاب، مش عقاب سري. هو جاي عقاب يعمل سري. زي ما انت بتخطي يعني في العلن تتعاقب في العلن. ما ده هيتم يا استاذ عبد المنعم. يعني ده اللي انا اعرفه ان مارك كلاتنبرج من يعني صاحب هذه المدرسه، لان هو لما كانت التجربه الاخيره لما اتكلمنا عنها في اليونان تحديدا هو كان بيمشي برولز معينه، بيعمل اختبارات شهريه للحكام وفيها اختبارات بدنيه وغيره. فالراجل عنده اجنده ماشي فيه بروجرام او برنامج ماشي، مش ماشي كده احنا. هو بدأ يعني بدأ بالفعل هو عمل اجتماعات كتيره. بدأ بالفعل والايام اللي جايه، مش الايام اللي جايه بس، الايام والسنوات والسنين اللي جايه بس يستمر. مشكلتنا احنا ما عندناش استمراريه. يعني ممكن حد يضايقه يقول له مش عارف ايه، حد يتكلم عليه. واضح ان في تغيير في التوجهات، بدليل ان مثلا جلب كلاتنبرج لمنظومه التحكيم
جلب اثنين مدربين، واحد برازيلي واحد للمنتخب الاولمبي والمنتخب الاول، فالى اي درجه تعتقد ان الاستعانه بخبرات اجنبيه هيفيد كرة القدم المصريه واحنا بنتكلم كمان على المنتخبين الاولمبي والمنتخب الاول؟ صدقني الامور مش واضحه. انا عن نفسي مندهش من التوجه ان يبقى كل القائمين على كره القدم المصريه ومين البرتغاليين وحد برازيلي وانجليزي وبرتغال وانجليزي وبرازيلي. فانت من فتره كنت التوجه بتاعك توجه محلي، الان اصبح التوجه كله توجه ما ربما أجنبي. دي فتره اصلاح قبل بقى لما ابتدي اتوجه محلي، يعني انا محتاجه الفتره دي اصلاح. ممكن البعض بيرى ده، انا بميل للراي ده او للنظريه دي. ما هو اصلاح انت محتاجه مدير فني اجنبي السي في بتاعه عالي. يعني انا ميكالي مثلا لما جه المدير الفني البرازيلي المنتخب الاولمبي عليه علامات استفهام، وكل ما قيل حوله ان هو بيفوز ببطولات بيجي ياكل وش التورته زي ما بيقولوا، ياخد وش التورته، دي حقيقه يعني مش كلامه خلاص. يعني هو ما حصلش على بطولات من منبتها من بدايتها لاخرها، لو كان بيجي في اخر شهر المدير الفني اللي بيبقى موجود بيمشي، فيجي هو يقطف الاطفه ويقول لك انا فزت بطوله وبقى له فتره ما دربش. المحك هنا في ايه؟ المحك ان انا اشوفه. انا ما اقدرش احكم على مدير فني زي ما قلت المره اللي فاتت الا من خلال ادائه في الملعب واداء اللعيبه في الملعب. لكن المبدا نفسه، فكره الاستعانه بمدرب اجنبي لمنتخب وطني، هل يفضل في الحالات اللي زي كده طالما الكلام على منتخب يبقى كمان المدير الفني هو كمان وطني وعارف اللعيبه كويس جدا وحافظهم صمت وعارف نقاط القوه والضعف اللي في كل واحد فيهم؟ انت بتلجا للحلول الصعبه اذا ما كانش عندك الحل الاسهل. الحل الاسهل بتاعك ايه؟ انك تدير تجيب مدير فني وطني مصري. اولا المدير الفني الوطني المصري حصل مع ايهاب جلال، ما لقاش الظهير الاعلامي، مش اهلي ولا زمالك، فعمل حصل بالنسبه له ايه؟ مع السلامه في اقل من شهر، ودي عيبه كبيره جدا في حق المديرين الفنيين الوطنيين. وفي حاجه مهمه، انت عندك مين في الساحه دلوقتي ممكن تختار مدير فني لمنتخب مصر؟ كان في اصوات في وقت من الاوقات بتطالب بوجود مدير فني للمنتخب على غرار، يعني على غرار ده ما كانش هو شخصيا، حسام حسن تحديدا من زاويه الحميه، من زاويه الروح القتاليه. حسام حسن كقيمه كلاعب ومدرب طبعا حاجه عظيمه، لكن المدير الفني لمنتخب مصر في مواصفات ما توفرتش في ايهاب جلال. ايه المواصفات؟ مواصفات ان هو على الاقل يبقى حصل على بطولات. خلي بالك انت بتقيم المدير الفني بايه؟ بنتائج بانجازاته طبعا، ببطولات. انت بتجيب مدير فني السي في بتاعه فاز بيوم الفلاني على الفريق الثاني 5-3، مفيش الكلام ده. انت بطولاتك عدد إيه؟ البطولات في ولا الاداء حتى إيه؟ بيتحسب على فكره، ولا الاداء بيتحسب. بطولاتك ايه؟ يعني انا لما اجيب مدير فني بواحد اتنين. انت جبت ميكالي عشان فاز ببطولتين صح؟ طيب لو ميكالي ما كانش حصل على بطولات كنت هتجيبه؟ لا، فيتوريا عمل جايبه المنتخب الاول وعنده بطولات كتيره جدا وعمل ماتشات كويسه للغايه. على فكره الاهلي خسر فيتوريا. ايه؟ الاهلي خسر فيتوريا. كان فيتوريا كان جاي النادي الاهلي، للاسف طبعا حصلت مشاكل كده او حصلت امور خلت فيتوريا ما يجيش ويروح المنتخب. واللي بيعمله مع المنتخب حاليا والدقب اللي فيه واللف على كل الانديه واللف على كل المباريات، ده ياكد ان المدير الفني ممكن يكون عنده رؤيه كويسه جدا لمنتخب مصر. خلينا نكمل النقطه بتاعتنا، انا بحب المدير الفني الوطني القادر على قياده منتخب مصر بشكل افضل. حسن شحاته يعني غني عن التعريف زي ما بيقولوا. يا ريت يجي زي حسن شحاته. مين يقدر يعمل زي حسن؟ احنا عايزين نموذج حسن شحاته، هو النموذج الـ 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 الاروع والافضل للمنتخب المصري اللي هو اللي كان زملكاوي طبعا اصيل وما فيش حاجه. كلنا كنا بنحبه لانه كان عمل ايه في المنتخب. هي دي والعكس صحيح، وحصل مع برضه مديرين من الاهلي. ما فيش عنده فرق بين اهلي ولا زمالك طبعا. ايهاب جلال طبعا ما فيش اهلي ولا زمالك، فالدنيا بالنسبه له ما كانتش تمام. المدير الفني لمنتخب مصر لازم يكون عنده مكتمل الاركان والعناصر. مع الاسف انا شايف وجهه نظري الشخصيه لا يتوفر في احد حاليا الان موجودين على الساحه. اللجوء للبديل الاجنبي، بديل اجنبي بالنسبه لي عامل زي البطيخه. ما نعرفش هتبقى ايه مع المنتخب ولا لا.
أنا بتفق مع حضرتك، الموضوع ما فيش شيء فيه يعني مؤكد، ولكن أنا بحكم بالخطوات كمان الأولية، وهي فكرة إن فيتوريا جاي زي ما حضرتك قلت، هو جاي بأجندة معينة في بروجرام معين، هو الحديث أو التصريح إن هو يجي يقول أنا جاي أطور الكرة المصرية، حديثه عن الجماهير لما قال لك أنا فاهم طبيعة الجمهور المصري أو الجماهير المصرية، وهم ليهم الحقية إن هم يشعروا إن المنتخب ده بيتطور وبيحصد البطولات، فكل ده إلى حد ما إيجابي كخطوات أولى، يعني في تفاؤل من بعض الناس في الشارع، خلينا نشوف. والله اللاعب المصري، اللاعب المصري لو خد الدفعة المعنوية المطلوبة لا يعمل كل حاجة. طب تيجي نتكلم على الشق المعنوي ده، لا خلينا فاصل، لان على فكره النقطه دي نقطه مهمه جدا، انا دايما بحب اتكلم على الشق النفسي كمان، خصوصا ان احنا ما عندناش في الانديه، مش بس في المنتخبات، في الانديه ما عندناش اللي هو فكره اللي هو الدكتور النفسي او الاخصائي النفسي، كانت ايام يمكن مانويل، لكن دلوقتي ما اعتقدش ان هي كوريرا مره ثانيه. فاصل ونرجع نكمل. اهلا بيكم مره تانية، رجعنا عشان نكمل دردشتنا ونكمل تفصيص في مشاكلنا اللي بنعاني منها في المنظومه الكرويه المصريه بشكل عام، مش بس الكلام عن النادي الاهلي. رجعنا عشان نكمل كلامنا، واعتقد برضو اكيد حضرتك هتتفق معايا في التفصيله دي، ان من ضمن العقبات اللي واجهت النادي الاهلي وخصوصا في الموسم الاخير اللي احنا فيه ده، فكره تلاحم المباريات، وده بينتج عنه مشكله كبيره في تنظيم المسابقات المختلفه. تعتقد ان المشكله دي هتتحل الفتره اللي جايه؟ هل الموسم الجديد وخصوصا هم اعلنوا انه مش هيتلعب من دور واحد زي ما كان الناس بتطالب، فانت شايف التفصيله بتاعه تلاحم المباريات عامله ازاي؟ اولا انا معجب بكلمه الكرويه دي، يعني كلمة اللي بتقولها الكروية، في ناس بتقول الكروية، لا أنا معجب بيها لأن أنا راجل بتاع عربي، فبحب الجمل الحلوة ببقى حلوة يعني. الحاجة الثانية الأهلي قدره إنه بيشارك في كل البطولات، شيء طبيعي، فهذا القدر لازم يكون عنده بديل أو حل ليه. وخلي بالك هتقول لي تلاحم مواسم، طيب ما الأهلي طول عمره في تلاحم مواسم، وإيه اللي هيحصل بالنسبة للنادي الأهلي؟ الأهلي بيخرج من بطولة يخش في بطولة، ولسه البطوله اللي جايه كمان السنه الجايه بطوله السوبر الافريقي كمان هتزود الازمات على الانديه، وخصوصا الانديه اللي هتشارك فيها، تمام؟ فالاهلي ايه الحل بالنسبه له؟ حل بالنسبه له هو كاداره وكنادي لازم يكون عنده ايه؟ عنده البديل وعنده القايمه بتاعته، مش القايمه اللي هي الرسميه، لكن القايمه اللي هي جاهزه انها تدخل في اي وقت. ده بالنسبه لي انا ده حل اساسي بالنسبه للنادي الاهلي. يعني يبقى عندك فريق اساسي وفريق موازي انجاز التعبير. بالنسبه بقى لاتحاد الكوره لازم يفتح الباب، ده انا سمعت ان فيتوريا عايز 25 لاعب، او بيوصي بان وجود 25 لاعب في قائمه كل نادي عشان خاطر ضمانا لان في تواصل اكتر، وده بيتيح ليه ان هو يتفاعل اكتر مع ال 25 غير مع ال 40، لكن في النهايه لما تخلي 25 لاعب في كل البطولات دي كلها هتعمل ازمه للمديرين الفنيين، هتعمل طبعا ازمه بالنسبه للنادي الاهلي، هتعمل ازمه بالنسبه للفرق اللي بتشارك في افريقيا. فمن الواجب ان في حلول تخص الانديه، في حلول تخص اتحاد الكره. اتحاد الكره مجبر انه يعني المنتخب الاول مباريات سوبر، دوري ابطال افريقيا، كاس مصر، السوبر المحلي، الدوري المحلي. طيب ما هو لازم كل ده يستتبعه تلاحم مواسم، فبالتالي لازم احل ده بايه؟ طبعا حلول فنيه وحلول بدنيه وحاجات كتيره جدا لازم النادي الاهلي يخلي باله منها، ولازم اتحاد الكوره طيب يساهم في ده. احنا اتكلمنا على نقطه قبل الفاصل مهمه، خلينا كمان نكملها لان الوقت تقريبا فاضل فيه 3 دقائق على انتهاء الحلقه كلها. الشق النفسي والعامل النفسي، وكنت بتقول قبل الفاصل ان لو في مدير فني جه استوعب النقطه دي عند اي فريق او في المنتخب، اللاعب المصري ممكن ان هو يروح حته تانية خالص. طب اشرحها لنا اكتر. فيتوريا انما الى علم ان هو بيدور يعني او بصدد ان هو يتعاقد اخصائي نفسي، يعني اخصائي نفسي، وده اللي عمله جوزيه فتره ونجح فيه بنسبه كبيره، لكن اهم حاجه التعاطي مع هذا الامر. يعني احنا كمصريين دايما بنخاف من الطبيب النفسي او بنتريق او بنتكسف. واحد عنده زباين الطبيب النفسي، انا عندي صديق والله الفتره دي طبيب نفسي بيقول لي ما تيجي تزورني، قلت له يا عم اخرج من عندك. اقول لك على حاجه، الفتره دي دكاتره النفسيين شغالين كويس، كلنا بقينا عرفت ازاي؟ لا كلنا استوينا من حاجات بره شغل وجوه الشغل في حياتنا والله. يعني احنا تمام قوي كده بقى، كفايه بقى كده والنبي. فالمطلوب فعلا طبيب نفسي، يعني امتى يتكلم مع اللاعب بعد اخفاق، يتكلم مع اللاعب برضه. وخلي بالكم برضه احنا
مبالغين شويه في مدحنا ومبالغين شويه في ذمنا. يعني لعيب يطلع يجيب جون الله ميسي ومش يا جدعان ده اللعيب بره بيقعد بيلعب وبيبقى احسن لاعب بياخد. على فكره ده ما كانش حاصل زمان ايام ما كان في صحافه رياضيه بس. لكن السوشيال ميديا دلوقتي طبعا وعامل يعني قصه. انا دلوقتي في اسماء بتظهر ده في يمكن لعيبه عالميين في الدوري المصري اكتر من اللعيبه العالميين اللي بره. صحيح. وده سلاح ذو حدين. سلاح في لاعب بيستوعب فكره ممكن يبقى في افساد للاعب اصلا. هم هو ده بيخليه يعني مش عايز اقول لك ان في نماذج حصلت في مدير فني بيقول للاعيبه انت ما اسمكش كذا، لا انت اسمك كذا الاصل اللي في شهاده الميلاد عشان خاطر ما تحطش في دماغك انك انت اللعيب العالمي. اللعيب العالمي ده ليفل تاني خالص، انا اللي طلعوا عليك عشان خاطر انت ايه يعني تحس بنفسك شويه، انا مش تدمر نفسك مع الاسف الشديد يعني. تمام استاذ عبد المنعم، شفت بقى ان الوقت جري بسرعه اهو. احنا كده خلصنا؟ خلصنا والله. طيب الحمد لله. حصل. نورتنا والله يا استاذ عبد المنعم. شكرا ليك. شكرك على وجودك معانا النهارده، واكيد بنشكر كل حضراتكم على متابعتكم لينا في حلقتنا النهارده. ان شاء الله نشوفكم على خير بكره. الى اللقاء.